بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم ايها الاخوه الافاضل. يتجدد بحضراتكم لقاؤنا ونحن في هذه وفي هذا اليوم في هذا اليوم الاخير من عمر هذا المحلي التاسع، سائلين الله العلي القدير التوفيق لنا ولكم ايها الاخوه المشاركون والمشاهدون. نعم، مع سن الحيل والزمول من مسافة 8 كيلومتر، هذا هو شوطنا الثالث ضمن هذه الأشواط العامة، وسيكون معنا في الفترة المسائية أشواط الحيل والزمول المخصصة لأشواطنا المفتوحة. نبدأ مع شوطنا الثالث المخصص للحيل، ومع المركز الأول شواهين حمدان بن غدير بن سعيد الدرعي. من يتواجد مع شواهين مع المركز الأول؟ ننتقل مع شعار بن عنزان مع الشاهينية على المركز الثاني، سعد بن عنزان بن خاتم النعيمي. من تتواجد على ثاني المراكز؟ ننتقل للمركز الثالث، والحضور هنا من ناصية، حمد بن محمد بن طالب بن عقيل. أما المركز الرابع فالتواجد هنا من منوة. منوة من تحتل المركز الرابع تعود ملكيتها لعتيق بن حمد بن محمد بن قريع المري، حصل دخول على المركز الرابع وتغيير من هيبة خالد بن راشد بن محمد الجبر النعيمي. من غيرت من المركز الخامس إلى المركز الرابع؟ هذا هو ندائنا الأول للمراكز الخمسة الأولى المسموح لنا بإذاعتها والنداء عليها. هذه النتيجة، هذه النتيجة. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى صدارة هذا الشوط. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، من تتواجد على المركز الأول؟ من تنفرد انفراد كلي عن بقية المراكز؟ هذه مشاهدينا ومستمعينا الكرام، من تحتل الصدارة؟ من تحتل صدارة هذا الشوط؟ هذه شواهين. نعم، شواهين من تحتل المركز الأول من البداية، وعينها على الناموس وعينها على الانفراد. هذه شواهين تعود ملكيتها لمالكها حمدان بن غدير بن سعيد بن الويه الدرعي. من يتواجد مع شواهين؟ هذه شواهين، هذه شواهين، ليس شاهينية وحدة ولكن عدة شواهين. نعم، لأن سلالتها تؤهلها لذلك، سلالة شاهين العريقة. نعم أيها الإخوة، سلالة شاهينية مميزة، سلالة شاهينية من الأب ومن الأم، ولذلك أطلق عليها شواهين، لذلك أطلق عليها ملكها اسم شواهين، لأن أبوها شاهيني وأمها شاهينية. يا سلام، الله يا الدرعي، الله عليك يا الدرعي، يا سلام. هذا هو الدرعي مع المركز الأول مع شواهين. أما المركز الثاني ومن تتواجد على مستوى المركز الثاني فهذه الشاهينية، الشاهينية أيضا هنا حاضرة على المركز الثاني، تعود ملكيتها لسعد بن عنزان بن خاتم النعيمي. من حضرت هنا واحتلت المركز الثاني؟ أيضا ديروا بالكم على هذا الشعار وعلى أيضا هذا الاسم الكبير. بينما ننتقل وإياكم إلى المركز الثالث، ومن تواجدت فيه هيبة خالد بن راشد بن محمد الجبر النعيمي. من احتلت المركز الثالث ولكن شوفوا الدخول، شديدة في أول نداء لها، هذه شديدة، تعود ملكيتها لمحمد بن علي بن خليفة الرميثي. من وصلت واحتلت المركز الثالث وفي طريقها نحو الصدارة والمقدمة، لديها الطموح ولديها المشاعر كذلك، ومالكها أيضا لديه كذلك حق مشروع لكل المشاركين أن يطمحون لما يطمح له راعي شواهين الدرعي. نعم نعم، حق مشروع لطموح المشاركين أنهم يريدون
يعرفون ما يريد ما تريد يا الدرعي يا مالك شواهين اللي في الصدارة. نعم هذه كما أسلفنا شديدة في طريقها نحو الصدارة، ولكن وصل شعار الدوحة، وصل شعار دوحة السيوف، يصل شعار بن عقيل. يا مرحبا يا أبو محمد، نعم هذا هو شعار السيوف، يصل مع ناصية، وصلت ناصية مع حمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري، مع ناصية كذلك أيضا شعار له وزنه وله ثقله كذلك، وله أيضا حق المنافسة في مثل هذه المنافسات. يا سلامي عليك يا ابن عقيل، يا سلامي على شعار الدوحة الكبير، شعار الدوحة ودوحة السيوف اللي شاهدناها في مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد في أول ظهور لها في هذا الموسم. ننتقل وإياكم إلى المركز الخامس، أو المركز الخامس نعم، اللي وصلت على مستوى المركز الخامس منو؟ عتيق بن حمد بن محمد بن قريع المري. من يتواجد مع المركز الخامس؟ هذا هو نداءنا أيها الإخوة الأفاضل للمراكز الخمسة الأولى. هذه النتيجة، ونعود وإياكم إلى بداية هذا الشوط، ومن حيث بدأنا نعود، من حيث بدأنا نعود أيها الإخوة الأفاضل، نعود إلى شواهين. شواهين 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 ذهبت بالكاميرا الأولى والكادر الأول، والجمهور هنا يتابع صاحبة المركز الأول دائما مهما كانت، يتابعها الجمهور وقلبه مع صاحبة المركز الأول. الله يا شواهين، شواهين حمدان بن غدير بن سعيد بن الويهي الدرعي مع المركز الأول مع المقدمة والصدارة. يلا يا الدرعي حافظ على هذا المستوى، حافظ على هذا المركز الذي هو هدف الجميع، الذي يطمح له الجميع. يا سلام يا سلام، يلا يا راعي شواهين، يلا يا راعي شواهين، يا سلام يا الدرعي. يصل شعار بن عنزان، يصل شعار بن عنزان، أراه يقترب، أراه يقلص فارق، أراه يقترب مشاهدين الكرام مع الشاهينية، مع شاهينية بن عنزان. وصلت هنا الشاهينية لسعد بن عنزان بن خاتم النعيمي، من تتواجد على مستوى المركز الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على المنافسة، وأرى هنا التحركات والقدوم والوصول هنا من قبل منوة عتيق بن حمد بن محمد بن قريع، أن يكون هو صاحب ناموس هذا الشوط، هي منوة ومطمع كل الجميع. نعم يا راعي منوة، يلا يلا يا راعي منوة. يا سلام، الله الله، مضمر الجيل من يتواجد مع منوة. نعم إنه مضمر الجيل، الجيل الحاضر والجيل القادم بإذن الله. يلا يا راعي منوة، يلا ناخذ المركز الرابع اللي وصلت هنا، وصلت ناصية، نصت ناصية واحتلت المركز الرابع. حمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري على مستوى المركز الرابع. أما المركز الخامس فالوصول والتقدم من شديدة لمحمد بن علي بن خليفة رميثي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بنقول 2 كيلومتر، بنقول 2 كيلومتر على خط النهاية، 2 كيلومتر على خط النهاية، نشارف 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 على 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 المنعطف الأخير، نشارف على اتجاهنا السليم والصحيح إلى إلى من المنصة الرئيسية وإلى الحزام الأخضر. يا سلام يا سلام يا سلام، المقدمة مع شواهين، مع شواهين الدرعي. وصلوا كل جماعة يا الدرعي، وصلوك الجماعة، وين بتروح وين بتروح؟ وصلوك الجماعة، أراهم يقتربون يقتربون لحظة بلحظة، يقتربون رويدا رويدا، ولكن شواهين السلالة الشاهينية تفرض نفسها بقوة، تفرض هذه البصمة الواضحة في هذه المقدمة من البداية وحتى هذه اللحظات. وشواهين الدرعي مع المركز الأول، شواهين الدرعي مع الصدارة، مع قيادة هذا الشوط
1500 متر يا راعي شواهين. تحركت الشاهينية، تحركت شاهينية بن عنزان على مستوى المركز الثاني. شاهينية بن عنزان أراها تتحرك وأراها تقترب، تقترب لحظة بلحظة. والمركز الرابع وصلت هنا منوة، منوة عتيق بن حمد بن محمد بن قريع المري، من تتواجد منوة على المستوى المركز الثالث. تحركت هنا على المركز الرابع، التحرك من شديدة محمد بن علي بن خليفة الربيثي. المركز الخامس يصل هنا شعار بن سالمين، شعار بن سالمين مع مزعلة سعيد بن محمد بن حمد بن سالمين المري. الله الله الله، نعود إلى المغدبة، نعود إلى صدارة هذا الشوط، نعود وإياكم إلى شواهين. شواهين مع المركز الأول، ولكن شوف المركز الثالث، شوف المركز الثالث والرابع، المركز الثالث والرابع. شوفوا شعار بن سالمين، شوفوا شعار بن قريع، شعار بن قريع، شعار بن سالمين. الله، درب يا جماعة، درب، طريق يا جماعة، طريق، ما شاء الله تبارك الرحمن. الله، يا سلام، المقدمة مع منوة، مع منوة بن قريع، منوة بن قريع مع مضمر الأجيال، مع المركز الأول. ولكن هنا، هنا مشاهدين الكرام، مزعلة، مزعلة، مزعلة بن سالمين، مزعلة بن سالمين. الله الله الله، يا سلام يا أبو حمد، والله يا أبو حمد تستاهل الناموس. يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله. إذا مشاهدين الكرام، جار الله بن محمد، جار الله بن سالمين المري يتابعها من غرب. نعم أبو حمد، أبو حمد والله يستاهل الناموس، والله تستاهل الناموس يا أبو حمد. الله، ولكن ولكن أيضا منوة، منوة كذلك، وابن قريع لا يستهان بأمره، كذلك يستاهل الناموس. ولكن منوة، منوة، منوة ومزعلة، مزعلة ومنوة، منوة ومزعلة، بن قريع، بن سالمين، بن قريع، بن سالمين. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة. الله، مشاهدينا ومستمعينا الكرام، الدخول أيها الإخوة كما شاهدتم الدخول جماعي، ولكن سنوافيكم بإذن الله تعالى بعد. إذن مشاهدينا الكرام، تصلنا المعلومة في هذه اللحظات من مخرج هذا النقل بأن صاحبة المركز الأول هي منوة عتيق بن حمد بن محمد بن قريع المري. تستاهل يا أبو حمد، تستاهل هذا الناموس. إذا مشاهدين الكرام، أما المركز الثاني فوصلت فيه مزعلة لسعيد بن محمد بن حمد بن سالمين المري. أما المركز الثالث فوصلت فيه مشاهدين الأفاضل ناصية لحمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري. أما المركز الرابع وصلت على المركز الرابع شواهين لحمدان بن غدير بن سعيد الدرعي. أما المركز الخامس فوصلت فيه الشاهينية لسعد بن عنزان بن خاتم النعيمين. أخذ التوقيت الزمني مشاهدين الكرام 12:47 أربعة أجزاء من الثانية. هذا هو توقيت منوة. تهانينا لعتيق بن حمد بن محمد بن قريع المري، تستاهل هذا الناموس. أما المركز الثاني 12:47 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا لك يا بن سالمين مالك مزعل سعيد بن محمد بن حمد بن سالمين المري، التهنئة كذلك نخص بها جار الله بن حمد بن سالمين المري. أما المركز الثالث 12:52 أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك ناصية حمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري.